بدأ يعمل هذه كرة طويلة الآن منتخب الأسترالي ناحية اليسار ويهدي اللعب منتخب الأسترالي لو باين لعبها شكله بيشوت يلعبها حطها الله هذه المفاجأة هذه المفاجأة وتسديدة رائعة من اللاعب بريانت يسجل هدف بعيد على بعد 30 ياردة تقريبا تسديدة خارج المنطقة ويفاجئ فيها المنتخب السلفادوري الذي كان هو اللي بادئ وبريانت يسجل اول اهداف اللقاء لاعب فريق نيوكاسل الاسترالي شوف 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 على بعد 30 ياردة على بعد 30 ياردة ويسدد بالزاوية اليمين حاول فيها حارس المرمى ولكن لدقتها ولقوتها ولإجادتها يأتي الهدف الأول للمنتخب الأسترالي يأتي الهدف الأول على يمين موراليس الذي سعى للحصول على الفجوة الدفاعية التي حدثت استقلها هذا اللاعب هنا محاولة ناحية اليمين يرجع الكرة أنخيل بينا محاولة سلفادورية وخطيرة الآن والهدف التعادل الله هدف التعادل هدف التعادل على خلاف مجريات المباراة نعم خطأ دفاعي وحيد أول خطأ يأتي بالدقيقة 16 ولكن يأتي الهدف وهدف بخطأ وشوف الفرحة السلفادورية لأن ما كنا نحاول نتوقع أنه يأتي هدف للمنتخب السلفادوري لأن الضغط وحامل الكرة منتخب استراليا هو الذي يتحكم ولكن هذا الهدف يفرح اللي هو ألفارو مدرب المنتخب السلفادوري وهدف لهدف هدف لهدف 1-1 يسجله المنتخب السلفادور راح نشوف الإعادة راح نشوف الإعادة شوف الخطأ شوف المدافع الأسترالي تركه خلفه تركه وراه ويحضر بشكل جيد ويأتي الهدف الجميل للسلفادور بينما مدرب استراليا خدم في 28 مباراة دولية مع المنتخب الاسترالي هنا محاولة خطرة والهدف الثاني بيحضر الجول في جول الله جول 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 سلفادوري يا سلام يا ابطال حقيقة والله حولوا الخسارة إلى فوز حولوا الخسارة إلى فوز توقعنا راح يكون الحلقة الأضعف ولكن أنخيل بينا يظهر ويبان ومن كرة عرضية بيحولها بالهدف الثاني في المباراة وتتحول يقول بدل بدون أن يعني أصيب ولكن لاعب رقم 9 لو بينا أنخيل بينا بيحطها شوف 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 ظهر بالوقت المناسب يا سلام كرة بيمينه بسقف المرمى وحارس المرمى خروج غير موفق لم يصل للكرة وراحت شوف عرضية إيشو خطفت وظهرت من اللاعب السلفادوري ويحرج